يا سادتي، المولى عز وجل يقولنا بكلام فصل بين لا يحتاج إلى دلائل مؤيدة ولا إلى حجج مناصرة ولا إلى شواهد ومتابعات، يقول كلاما فصلا بأن مقصد الصيام هو أن تصل هذه الأمة إلى التقوى لعلكم تتقون. وقلنا أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ورب السماء والأرض والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لو أن الأمة استطاعت أن تتحقق بهذه الأمور الأربع وأن تصبح لديها عقيدة ومنهجا ومسارا، والله لتغيرت لها صفحة الوجود، ولابتسم لها فم الزمان، ولعادت لها أيام الخيرية، ولعادت تتسلق قمم المجد والانتصارات، ولدكت صروح الظالمين والكافرين ممن تآمروا عليها وأجلبوا بالخيل والرجل من كل حدب وصوب، وجعلتهم أثرا بعد عين، وأعادت زمن الفتوح الأولى والانتصارات الأوائل. الخوف من الجليل. وهل مصاب الأمة يا سادتي إلا أنها فقدت خوفها من ربها الجليل، فبدأت تخاف من كل نذل ذليل، ومن كل كافر جهول، ومن كل ظالم. هل مصيبة الأمة إلا أن هذا القلب صار خربة تعشعش فيها خفافيش ووطاويط الخوف والمهابة من غير الله، فدفعها هذا إلى الانبطاح عند أرجل من ظلمها، وأن ترفع يد الاستسلام والراية البيضاء كلما هبت عليها هبوب أعاصير التهديد والوعيد من أعدائها، فبدأت تسلم أرضا بعد أرض، وتسكت عن انتهاك عرض بعد عرض، وتتعامى عما يجري في مقدساتها، وتنظر نظرة المعتوه المخبول إلى عدوها يخرج من خزائنه كيدا بعد آخر، ومؤامرة بعد أخرى، ومخططا يتلوه مخطط ينفذه جهارا نهارا ويحققه على مرأى ومسمع منا أمة المليار. ما السر يا سادة إلا انتفاء الخوف من الله، ولا بد من خوف بديل. هذا القلب إناء لا بد أن يمتلئ، فإذا لم يمتلئ بخوف الله سيمتلئ بالخوف من غير الله. هذا القلب لا بد من أن يهيمن عليه شعور ما، فإن لم يكن هو شعور الارتباط بالله خوفا ورجاء، محبة وحياء، طمعا وفزعا، فسيكون هذا مصروفا إلى غيره سبحانه. الخوف من الجليل، وأين حقيقة الخوف من هذا الجليل؟ ونحن نرى يا أيها الأحبة بأن رؤوس هامات الكبار والصغار، الرؤوس والهامات للكبار والصغار نراها تنحني يوما بعد يوم، وكلما ظننا أن رأسا سيبقى شامخا إذا به تحت وطأة الابتلاء يسارع في الانحناء، وكلما ظننا أن فردا أو أمة أو جماعة أو دولة ما زالت تصر على شموخها وتصر على ثباتها، إذ نفاجأ أمام مطارق زحف الكافرين وتهديهم، وأمام جلبة رعودهم الفارغة، إذ بالأمة تقدم أوراق التنازل وتتراجع إلى الوراء. تتراجع عن ماذا؟ عن أرضها وعرضها وكرامتها وسيادتها وخير الدنيا والآخرة. تتراجع إلى ماذا؟ إلى ذلها وعارها وشنارها وصغارها ومهانتها، وإلى صفحات سوداء سيسجلها التاريخ مرحلة ذليلة مهينة تعيشها الأمة في هذه الآونة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.